خلينا نتكلم في الموضوع ده بقى بعدين يا حبيبتي. انا بس عايزك تفهمني، هو انت ليه مطنش امضة المقايسة؟ مش تطنيش، بس التوقيت صعب. يعني انا لسه موافق لك على تغيير اساس الوزارة من 3 اشهر، ده لسه في حاجات بكاسة يا حبيبتي. يا سلام، يعني انت وافقت ببلاش؟ ما انت واخد على قلبك قد كده. ما انت برضه يا حبيبتي واخد حاجات قد كده. وبعدين انا مش جاي عشان اتكلم في الشغل بقى. امال جاي عشان تتكلم في ايه؟ اقول لك، جاي عشان اجيب لك دي. الله، حلوه قوي يا جيمي. عشان تعرفي بس ان انا مش من نوعيه الرجاله اللي بينسوا مراتاتهم بعد الجواز. بس يا ريت بقى تفضل كده على طول، ما يبقاش حلاوه اول شهر جواز. ايه ده؟ انت مستنيه حد ولا حاجه؟ لا، خليني اشوف مين. امسك ده. ايوه، مين؟ ايوه يا نوجة، انا غادة. غادة؟ منى ما قدرتش تستحمل معاملة بابا وماما ليها فسابت البيت وجت على هنا. انت غلطانة يا منى، كان لازم تستأذنيهم قبل ما تيجي. بكلمهم محدش بيرد. كالعادة طبعا. شفت بقى ان انا اخر حاجة في اهتماماتهم؟ يمكن اكون مش موجودة فيها اصلا. يلا يلا بلاش كلام فارغ، يلا قومي نامي وارتاحي كده، تعالي اجيب لك هدوم تلبسيها. كبرت يا منى وبقيتي بترتبطي. ده ايه الجيل السريع بتاعكوا ده؟ انا ارتبطت بجدتك بعد ما ماتت بسنتين. خدي البيسنتي ده، ده كان بتاع امك وهي في سنك. ياه، هو انت لسه محتفظ بالحاجات دي لحد دلوقتي؟ عمري ما فكرت افرط فيهم. انت هتنامي هنا ها؟ طب وانت هتنام فين؟ مش مهم، انا عندي شويه شغل وبعدين هنام في اي حته. هو ايه حكايه الكتاب اللي شغلك ده؟ هل جمال بقاله فتره متغير معايا يا نجله؟ يمكن عشان ضغط شغله. لا لا لا، الموضوع مش ضغط شغل، هو متغير معايا، ما بقاش زي الاول. جمال بيحبك يا غاده، ده واضح جدا من كل تصرفاته. اه والله، عايزه نصيحتي؟ انتي لازم تكسري كل الروتين اللي في حياتكم، سافروا لكم كده كام يوم غيروا جو. لما ابقى اخلص القضايا اللي ورايا ابقى اشوف موضوع السفر ده بقى. وبعدين انتي لازم تدلعي عليه شويه. اه طب انا هعمل معاكي واجب عمرك، انا عندي كده كام قميص نوم وكام بدله راس لسه ما حطيتهمش على جسمي، انا هديهم لك. حاولي كده تعملي لي مود حلو وشوفي بقى هيتغير معاكي ولا لا. تعالي هنا، بدلة رأس ايه وقميص نوم ايه؟ هو انا مش لسه خلعاكي من جوزك من كام شهر؟ اه، ما انا كنت جايبهم له، بس هو اللي ملوش نصيب يشوفهم عليا. بعدين انتي هتقطعي برزقك ولا ايه؟ ازيك يا مستر صفوت؟ طمني، ايه الاخبار؟ الاجتماع بينك وبين جمال كان موفق؟ ما تقابلتوش؟ هو مش المفروض انه كان يعدي عليك النهارده؟ ما عداش. طيب تمام، لا انا هبقى ارتب لك ميعاد معاه وهبقى اكلمك. مع السلامه. ولا ايه؟ الفنانه الجميله مريم رياض، وحشتينا وحشت جمهورك. حقيقه الناس كلها بتسال فين مريم رياض؟ وليه غايبة عننا الغيبة الطويلة دي كلها؟ ليه مش بتحاولي تظهري خالص؟ ولا يمكن في أسباب منعاكي من الظهور؟ يمكن عشان مثلاً فيلمك الأخير محققش الإيرادات اللي انتي كنتي منتظراها؟ هو مفيش حاجة معينة. كل الحكاية أني ما عنديش جديدة أقدمه. أنا الفن بالنسبة لي بمارسه على إنه حقيقة، بتعايش معاه. حكاية غيابي، أنا فعلاً غبت فترة، وده لأني مش عايزة أظهر للناس غير بالشكل اللي هم اتعودوا يشوفوني بيه. وبخصوص فيلمي الأخير ده، إنتاجي أنا، وخسرت فيه فلوس كتير. طبعاً اتضايقت جداً من النقد اللي اتكتب عني، بس عندي أمل أني أجيبه من العمل الجاي إن شاء الله. يعني كده أنت بتحضري المشروع جديد دلوقتي؟
صراحة لا، أنا مش هتجمل واصطنع أن بيكلموني كتير في شغل وأنا اللي برفض. أنا بقالي فترة محدش عرض عليا أي دور، أنا نفسي أشتغل مش بس عشان الفلوس، لكن شغلي بيحسسني بوجودي. أنا فعلا وحشتني الكاميرا أوي. لما بدأ الخطر يقرب مني لدرجة إنهم اقتحموا شقتي وفتشوا فيها، وقتها أنا كانت خايفة. مريم ما انطحنتش. الله، أنت جيت إمتى؟ أنا هنا من بدري. أمال كنت فين؟ واوعى تقول لي كنت مع صفوت، عشان انا كلمته في التليفون وقال لي ان انتوا ما شفتوش بعض النهارده. انا فعلا ما كنتش مع صفوت. يعني كنت بتكذب عليا؟ ايوه يا حبيبتي، كذبت عليكي عشان كنت بجيب لك الخاتم ده. اخس عليا، ده حلو قوي. ميرسي يا حبيبي. ميرسي على ايه بس؟ دي اقل حاجه ممكن اجيبها لك. انا حسيت ان انا مقصر في حقك اول يومين اللي فاتوا دول، فقلت اجيب لك هدية تعويض عن كل حاجة. معاك حق، احنا فعلا بقالنا كتير قوي ما قعدناش مع بعض لوحدنا. هنسهر مع بعض النهاردة، بس انتي سبت منا فين؟ سبت منا في اوضتها. بس انا لما جيت ملقتهاش. ويوم ورا يوم اتحول اعجابي بيها عين لحب، وهو كمان كان بيبادلني نفس الشعور وطلب ايدي وانا وافقت، لكنه اشترط ان الجواز يبقى في السر. معلش يا مريم، انا اهلي متزمتين شويه، يمكن ما يستوعبوش فكره جواز الفنانه. مالها الفنانه يا دكتور؟ انا بقدم فن محترم، والادوار اللي هتجيلي هخليك تقراها انت الاول. اللي هتقولي لا ما تعمليهوش مش هعمله. مريم أرجوكي، لو بتحبيني وافقي. أنا مش عايز مشاكل في شغلي، بالذات إني ماسك منصب العين هتكون عليه. وافقت، وفعلا اتجوزنا عرفي، وطلب مني إنه يشيل الورقتين معاه. قال لي إنه حابب نعيش سوا في شقتي لغاية ما أموره المادية تتحسن. وبعد الجواز بشهرين سمعته كان بيتكلم في التليفون، وقال لي اللي بيكلمه إن صفقة الأنسولين المغشوشة وصلت. في الأول كنت فاكرة إنه بيتكلم عن خبر قراه، بس بعدها بفترة كنت بتفرج على النشرة في التلفزيون. مجلس نيابة أمن الدولة العليا تواصل تحقيقاتها. سمعتهم بيتكلموا عن وفاة أكتر من 300 شخص بسبب الأنسولين المغشوش. هي أحدث موديل. ومرة وأنا برتب له لبسه لقيت في جيبه إيصال إيداع من البنك، والمبلغ اللي فيه بأكتر من 3 مليون جنيه. الشك اللي كان جوايا بدأ يكبر. في يوم تعبت شوية. مبروك، حضرتك حامل. رحت أكشف عند الدكتور. الله يبارك فيك يا دكتور.
طايرة من الفرحة. هباء أم، فرحتي بالموضوع ده خلتني نسيت الشكل اللي جوايا ناحيته، وقلت أكيد هيفرح لما يعرف. أحلى خبر هتسمعه في حياتك، أنا حامل. إحنا مش اتفقنا إن مفيش خلفة؟ الجنين ده لازم ينزل، وإلا هوريك الوش التاني. أنا مقدرش أقتل الروح بإيديا. يبقى أقتلكوا أنتوا الاتنين. ساعتها حسيت إنه شخص تاني غير اللي أعرفه، وبعد أيام لما سألني عملتي إيه أوهمته إني نزلت الجنين. وفي يوم صحيت على صوت جاي من برا الأوضة، قربت من الباب لقيت واقف مع شخص غريب. الشخص ده كان اسمه زين، عرفت انه بيشتغل في مينا اسكندرية، واخد من جوزي شنطة فيها فلوس رشوة. وقال له ان صفقة المستلزمات الطبية اللي خرجت من المينا اتعمل لها كمين واتمسكت، وان البوليس اكتشف انها ملوثة بالدم وغير صالحة للاستخدام. وقتها جوزي حاول يطمنه وقال له إن اسم المستورد الموجود جوه الأوراق ده اسم وهمي، وهو اللي مزور بالاسم الوهمي ده بطاقة ورق شهر عقاري. وتيه زين قال له إن زميله في المينا سين غين هو اللي مضى على موافقة الدخول، وإنهم هيخلوه هو كبش الفدا للقضية. بعدها خدت القرار إن ما ينفعش أعيش معاه بعد ما عرفت حياته، بس كان لازم قبل ما نتطلق أخد عقد الجواز الحرفي، ثاني ده اللي بيثبت نسب الجنين اللي في بطني. ساعتها أيقنت إن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. فتحت الخزنة اللي بيشيل فيها أوراقه، ملقتش فيها ورقة جوازنا، بس لقيت اللي يثبت لي إني كنت صح. وفعلاً اتطلقنا بعدها. حتى كلمتك. طب متشكر يا جنى، دول ما كلمتهاش. احنا كده تقريبا كلمنا كل صحباتها اللي ارقامهم على التليفون. قبل ما تخرج كانت بتكلم عز، دي اخر محادثه ليها. منا نايمة في قطة جوه. تعالي عايز أتكلم معاك. أنا مش جاية الضايف، أنا جاية أخد بنتي وماشي. قومي قومي.
تخرجي من البيت من غير ما تقوليني؟ مش مالي عينك انا؟ الله الله الله، كلامي ما بتسمعش ليه؟ ما بالراحه يا ماما، في ايه؟ اخرس انت خالص، يعني ايه اتصل بيك وما تردش عليا؟ انا كنت نايم وعامل موبايلي سايلنت، انت عامل لك ايه؟ بس عيب عيب يا غاده اللي انت بتعمليه ده، البنت ببيتي. وبعدين انا كلمت كذا مره انت وجمال محدش بيرد. عايزة تخرج من غير ما تقوليلي عشان تبقي صايعه زي اخوكي الصايع؟ بس بس هي ما راحتش لحد غريب، دي راحت لجدها. مالكش دعوة انت، ما تتدخلش، انا عارفه ازاي اربي بنتي كويس. عمرك ما هتعرفي تربيها، عشان تعرفي تربيها لازم انت كمان تتربي كويس وتتعلمي ازاي تكلمي ابوك باحترام. قدامي قدامي، اوعى. حقك عليا يا هلو، ما تزعلش. هلال كامل صحفي معارض كان يعمل في الجريدة الرسمية للدولة، وتم تكريمه من الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السادات باعتباره مراسلا حربيا، شغل منصب رئيس تحرير الجريدة القومية، ولكن تم إقالته لكثرة المشاكل التي أثارها مع رؤسائه بعد أن شن هجوما على رئيس الوزراء بسبب قرارات خصخصة الشركات العامة سنة 92. ولم يكتفي بذلك، بل احتد وثار على رئيس الجمهورية نفسه. وبعد إقالته اختفى عن أضواء الصحافة سنوات، دخل في حالة اكتئاب بعد وفاة زوجته التي داهمها المرض ولم يستطع علاجها على نفقة الدولة. ثم تم تعيينه في جريدة نبض الشعب المعارضة، وعاد ينشر مقالات مليئة بالإسقاطات السياسية منذ ذلك الوقت. نبض الشعب، نبض الشعب. الشعب. ماشي يا عم نبض الشعب. من فضلك عايز اقابل استاذ جمال. استاذ جمال مين؟ امين عام مراسم مجلس الوزراء. اقول له مين حضرتك؟ هلال كامل. ثانية واحدة. اوكي انستازيا، I don't want to talk about the past. Okay, as you like. But I will not send mother to Egypt. I hope you forget that idea. Your thoughts are still the same. Yes, because I see what is happening in Egypt from terror. And I have right to fear for my son. I want to talk to Mado. Mado? Hi, Daddy. I miss you. I miss you too, Mado. I will send you so many games soon. Thank you, Daddy. أنا لو أعرف إن أنا حستناك كتير كنت جيت لك البيت أرحم. أنت أتنور في أي وقت يا عم، مع إني متضايق من مقالك الأخير، ما كانش لازمة يعني تخبط في الحكومة، أنت كده بتحطني في موقف حرج. الموضوع ضايقك أه، بس هو عجب ناس كتير. كنت متوقع الرد ده. خير؟ أنا جاي لك بخصوص زيزو منا. أنت جاي لي شغلي عشان كده؟ كان ممكن تكلمني في التليفون أسهل يعني. وانتوا بتردوا على التليفونات خالص. انا مش هاخد من وقتك كتير. شوف حضرتك، انا مش عاجبني طريقه معاملتكم مع منا. البنت محتاجه للي يقف جنبيها ويساعدها، ومش عشان غلطه نعلق لها المشنقه. انا مش عايز اللي حصل مع زيزو يحصل لمنا. ما ترموش عيالكم يا جمال. تمام، حاجه تانية يا عمي؟ لا، انا قلت اللي عندي. يا نو أرجوك رد عليا. والله العظيم أنا بحبك وما أقدرش أستغنى عنك. وعايز أقول لك كمان إن الفترة اللي فاتت دي أنا اتغيرت كتير. محتاجة أقابلك بس نص ساعة تسمعيني فيها.
ممكن ادخل؟ رؤوف زياد. ازيك؟ ازيك زياد؟ ازيك رؤوف؟ عامل ايه؟ ايه؟ جاي زيارة لمين؟ لا مش زيارة، انا اتنقلت هنا من اسبوع، بس انت كنت في اجازة. اتنقلت؟ مبروك. الله يبارك فيك حبيبي. وايه بقى الواسطة الجامدة اللي جابتك معانا هنا؟ شغلي. الملف بتاعي هو واسطتي يا زياد. منور الدنيا يا حبيبي. اهلا يا رؤوف. وعايز اقول لك كمان ان الفترة اللي فاتت دي انا اتغيرت كتير. محتاجة اقابلك بس نص ساعة. تسمعيني فيها؟ اتفضل. صباح الخير يا حبيبتي. ايه مش هتفطري معايا قبل ما تنزلي ولا ايه؟ لا شكرا. زياد كان بيكلمك في التليفون مش كده؟ انا كنت سامع صوته. ايوه كان بيبعت لي على الواتساب. انا مش عارف هو عايز ايه تاني بعد اللي حصل. غريبه انت بتسالني انا؟ انا هتصل بيه وهحذره، واذا ما بعدش عنك انا هيكون ليه معاه تصرف تاني. ملوش لزوم، الموضوع مش مستاهل. انا عارف يا حبيبتي ان انا غلطت لما ضغطت عليك عشان تجوز زياد، بس صدقيني والله انا ما كنت بفكر الا في مصلحتك. انت طول عمرك بتفرض عليا اعمل ايه وما اعملش ايه، عمرك ما اديتني حاجه واحده بس اختارها بنفسي. عرش. سامحيني يا حبيبتي انا ما كنتش بفكر الا في مصلحتك، بس انا عمري ما تخيلت ان زياد تلميذي يبقى نادل بالشكل ده. انا مش عايزه افتكر الموضوع ده تاني. لو سمحت سيبني اروح شغلي بعد اذنك. جرى ايه يا هلال؟ جرى ايه؟ ده احنا بقينا نقعد في الارشيف اكتر ما بنقعد في مكاتبنا. ما هو ده شغل وده شغل برضه دراسة. شغل ايه ده؟ بقول لك ايه يا هلال؟ افضل حاجة ان انت تنسى موضوع مريم والمذكرات بتاعتها دي خالص. انت مش قلت لي قبل كده ان مريم دي كان بتتعالج عند دكتور نفسي؟ يعني الله يرحمها كانت لاسعة، ما ينفعش تثق في اي كلمة هي كتبتها. في اللقاءات اللي انا شفتها لمريم كان يدل على انها في حاله معنويه كويسه، كانت متفائله باللي جاي. انا بس لو لقيت اي قضيه من القواضي اللي كتبت عنها مريم هحس ان انا ماشي صح. قواضي؟ قواضي يا جدعان؟ هي ممثله ولا محاميه؟ لا يا اخويا خلينا نركز في اكل عيشنا احسن. اكل عيشنا؟ انت ليه محسسنا ان احنا بتوع طرش؟ الله، ما ده شغل وده شغل برضه. يلا دور معايا يمكن نلاقي حاجه تخص مريم. يا جدع انت، هو مش مؤلف الرواية قال لك إن هي كانت متأثرة قوي بالشخصية اللي كانت هتمثلها في الفيلم، عشان كده كتبت الأسامي برموز وحروف. يعني حتى يا هلال لو الكلام بتاعها حقيقي صعب جدا إنك توصل للأسماء اللي هي ذكرتها. ما أنت لو قريت البلاوي اللي في الكتاب كنت اهتميت. إنما نقول إيه؟ الاهتمام ما يطلبش. لا ما اسمحلكش. لا لا انت ايه هتسوق فيها ولا ايه؟ وصلك للاهتمام ما تطلبش الكلام ده؟ طب انا هسيبك بقى واروح اشوف اكل عيشي. اكل عيشك؟ اه. طب بكره تيجي بدري عشان ترش قدام المحل. تتريق عليا هلو؟ سلام، انا هسيبك في الوهم اللي انت عايش فيه ده وانا مش عارفك يعني.